على شاشه التلفزيون اللبناني رح اكون معكم بحلقه جديده من حلقات ماكول. هلا وسهلا فيكم هدى. يوم بدايه الصوم عند المسيحيه الطوائف الغربيه وبنقول صوم مبارك، وهالاسبوع كله رح نعمل اكل بالزيت مشاك هدى. نحن واعدين كثير من مشاهدي تلفزيون لبنان من الاسبوع الماضي طلبوا منا صنف عن القرنبيط، وقلنا هالاسبوع نهار الاثنين رح نعمل هو الصنف يلي طلبوا، وعدة أنواع من القرنبيط تقريباً بالخمس ست أشكال من القرنبيط يلي رح حضركم إياه. عنا اليوم أول شيء قرنبيط مشوي، رح نشوف كيف، قرنبيط مقلي، قرنبيط باراليلا له يعني بده مشوي مقلي، قرنبيط متبل، قرنبيط بالطحيني، وقرنبيط بدنا نسويه بالطراطور يلي هو بالطحيني، والنبيت بالحر او بس مع الكزبره والفليف. ولكن دائما شعار واحد لهالقرنبيط انه كيف بدنا نشتري القرنبيط. اهم شيء نعرف كيف بدنا نشتري القرنبيط. انا اليوم بالقرنبيط يلي جايبهم اقل شيء هالقرنبيطات عمرهم 3 ايام اقل شيء ويمكن 4، وبيوصل القرنبيط بالسوق عمره 10 ايام. اوقات اول شيء لتعرفوه من شو السواد الصغير يلي بيكون مضروب على وجهن، هذا منه من اسود، اوقات بيكون كمان في من اسود، بيكون هي عم تكبر القرنبيطه ضربها المن ومن رشت وضل المن عليها. وهلا بعلمكم شو بنعمل في حال كان موجود المن الاسود. اما مثل ما هي هلا ملفوفه نظيفه، عفوا قرنبيطه نظيفه من فرد فصيله، قرنبيطه نظيفه ولكن عمرها تجاوز 3-4 ايام بالقطف من جراء تحميل والقطف والنقل، تتعرض الى كدمات، كدمات صغيره، هالكدمات مع الوقت بخف فيها الفيتامين سي وبتبلش تضرب محل الكدمة وتعطيني اللون البني أو اللون الأسود. هيك منشان هيك بس شوفوا القرنبيطة بالسوق لتشتروها قولوا هيك قال الشيف أنطوان. أما وقت اللي منشوفها نظرة شهية ورقتها الخضرة بتبدأ تحكي كأنها، والضلع من هون المقصوص كمان جديد، معناتها إنه هالقرنبيطة عمره ما بتجاوز ال 24 ساعة. أما هاي القرنبيطة عمره 3-4 أيام. ولكن مش معناتها إنه إذا عنا قرنبيط عمره 3-4 أيام بطل يسوى. أقل جودة، انتبهوا أنا صريح وما بغشكم، أقل جودة بالأخص بفيتامين سي وبي الموجودين بالقرنبيط بكمية قليلة، ولكن ما بيمنع انه اذا ما لقينا غيرهم او سعرهم مناسب انه نجيبهم ونشتغل فيهم. ولكن قبل اي شغل فيهم بنعرف كيف منشيل عنهم السواد، وبالوقت ذاته كيف بدي عقمهم. بركي بقول انا هالشيء الاسود، مع انه انا بعرفهم منه اسود، هو من في حال كان من، كيف منشيل المن. أول شيء بنحط طنجرة على النار لنحط فيها شوية قرنبيط نبقى للسلق على طول. هالمرة أنا انتبهوا نخيت وفتحت القنينة قبل، كمان قولوا هيك قال الشيف أنطوان، ممنوع لو بدنا نساوي فنجان قهوة إلا ما تكون القنينة مسكرة، نفتحها منساوي الفنجان القهوة نرجع منسكرها لنوفر كتير من حوادث الحريق أو المشاكل الصحية يلي بتتم، أو بعض الانفجارات الصغيرة يلي بتصير بالبيوت من جراء أنه تكون على طول جاهزة قنينة الغاز مفتوحة. ليش بدها تضل جاهزة؟ في ما عندنا سكوريتي لها، في سكوريتي تسكيرة، بس نخلص التحضير منسكرها ومنسويها فيها. حطي لي اعملي معروف بهالجات شوية مي. هلا
القرنبيط بشكله العامي العام بعد بعد كتري لي بعد نصا ايه نصا شوفوا الفرق بين وقت الواحد بيقص جديد والقص العتيق لازم نتعلم اوكي خلي لي عندك اول شيء بنحط للمي بدي احط فيها القرنبيط بركي عم اقول انا فيها من اسود شويه خل مع ملح هلا في ناس بحطوا مطهر او برمنجانات كمان منه مانع بس انا بشوف اوفر شيء وصحي وما في اي مشكله هو نستعمل ل هنحط ملح بهالماي كمان كمان بهديك الماي هلا هلا القرنبيطة بيجي انا قبل ما اسلقها قبل ما احضرها شوفوا شيل عن وجهها السواد يعني انا خصوصي اليوم اللي الشيف عبدو شو عم تجيبها ويا شيف او احلى قلت له انا بهمني علم انا بهمني علمكم مين ما كان في جيب نظيف واوقات جايبينه لنظيف شفتوا كيف صارت لحضرها ان كان اي تحضير بتكون هاي اثنين كلهم هيك ساعديني يلا اذا بدك حضري غير شيء انت هي الواعي حطي فيه الطحينه وصلي شويه حامض احصري لي بالاول شويه حامض بلاش تحضري التراتور انت هلا اوقات بيكون نظيف القرنبيط مش من الكدمات يلي بيتعرض لها ساعتها هون بهلا حالي هاي بدنا له بيكون في ساعتها في المن يلي موجود ما منشيل المن الا بهالطريقه كلهم يعني. يمكن تكون وحده نظيفه ما بدها شيء هاي نظيفه في قراص كمان اليوم معقمة فينا نجيبها ونحطها بقلب المي يلي فيها القرنبيط وفينا الخل مين ما عنده خل تبهوا وانا في منه بحطوا خل ابيض مزبوط ما في مشكلة انا لحتى انه الخل الاب الاحمر فينا نحط شوي كمان نفس المفعول وما قالوا اي تأثير وبالعكس كتير منيح دايما وقت بدي قص الشقفة اللي بتكون كبيرة ما بقصها من هون هون بتركها هي تفتحها بقصة بس محل الضلع وانا بشت فيها لتاخد بدون ما تتكسر تاخد هي تفتح الزهرة معها هاي نظيفة هاي نظيفة هاي بدها شوي وأول سلق بالقرنبيط رح يتم للشوي والقلي لأنه يعني في فرق وقت اللي بدنا نشويه ليكوا هاي الضربة هاي يمكن قطشوها للقرنبيطة ما بعرف كمان إذا عم تاخدها والعم يقطف هو زتها لأنه عنده كتير بده يقطف له 200-300 قرنبيطة بزتها بتجي على الأرض هلا انبيع الدغري ما بتبين بس وقت اللي بيقطع عليها ثلاث أربع أيام بتكون أثرت مثل واحد راكد قلب بتلاقوا اخ اجري
ما شوي بيطلعوا فيه ما بو شيء. بعد ثلاث ايام بتلاقوه دبغة سوداء او زرقاء. هاي كمان نفس الشيء. كيف بتتأثر بالعوامل؟ شايف نحن هلا اليوم بلشنا اول صنف صيامه لانه اليوم بلش الصوم. نعم. وكمان امس قبل عيد مرمرون بكره ينعاد عليك. وعليك وعين عيد على جميع الطوائف المارونيه، الطائفه المارونيه تحديدا وكل كمان الطوائف الغربيه. كنت بدي اسالك من الغربي. نعم. كنت بدي اسالك هلا عاده بالصيام وقتها بيكونوا يعني كثير اخذين الصيام عم بحذافيره، يعني ممنوع اللحمه، ممنوع البياض، ممنوع الحليب، ممنوع الزبده. مرات بضلوا حاسين بالجوع، يعني في اشخاص بدها تتبع للصيام بتحس بالجوع، بتنزعج، مرات بيضعفوا اخر الصيام بيكونوا ضعفانين. وقت في منهم بينصح بكثروا الزيت. بكثروا الزيت. زيت زيتون. هلا انا كان سؤالي لما يحسوا بالجوع، يعني ما ينزعجوا من الصيام، كيف بدنا نخليهم يقسموا الاكل؟ يعني هلا قرنبيط لحاله مثلا مثل هلا اعتبر هذا الفلا ما بيشبع، ما هيك؟ مزبوط. بس اذا اكلوا يلي هو مع الفلافي والبصل والبندوره بيشبع، يلي هو كمان مع التراتور بيشبع. يعني هاي اللي بنعرفها. هلا في حال هاي اغسلهم اجيبهم نحطهم بالمسفايه، شيل عنهم ميه الخل. يلا هلا حط لهم ميه عاديه. جيب مسفاية ضروري يتغسلوا ويتفوحوا ليروح منهم طعمة الخل. وبحطهم بالمسفاية. هيك بيكون حضرنا علمناهم مش مهم نقلي او نشوي، الاهم تنظيف. نعرف تنظيفه وتحضيره وتجهيزه. تنظيف. نعم. هم ننزلهم اول قسم. على قد ايه نسلقهم هون؟ هاو بدهم دقيقتين او ثلاثه. هلا في سلق رح يكون اكثر 10 دقائق، بس بهيك التحضير دقيقتين او ثلاثه. بدك تعمل شيء شايفهم؟ لا ما بيأثر. هلا كمان عمو جديد كمان بدي ننظف بعد القرنبيط، بحط خل. بناخذ اتصال. الو الو بونجور شيف انطوان. بونجوريني. الو سهلا، ماشي الحال؟ صيام مقبول للجميع. ميرسي علينا وعليكي، ويطول عمرك انت وهالمحطه يا شيف انطوان. تسلمي، خلينا اياكي. معك تريز. ايه عرفتك يا ست تريز. ليك بدي اسالك على يحنه القرنبيط، من هديك المره بدي اسالك على يحنه القرنبيط ومش عم بتسائب معي. يلا بدك تعلمني على يحنه القرنبيط. ايه يحنه تكرمي. سكر. ايه سكري بخاطري. ميرسي. بخاطري، تكرم عيني. يا بدي اعزبك، جيبي لنا صينيه، وحدة للشوي وحدة للقلي. يخنة القرنبيط بنحضر القرنبيط مثل ما حضرناه بهالمرحلة هيدي. ناخذ اتصال. الو 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 بونجور. بونجور. بونجورين، اهلا وسهلا فيكي. مين شيخ انطوان؟ نعم. الله يسلم هالديات. تسلمي. عم تعلمنا اشياء حلوه. اهلا وسهلا فيكي. كيفك؟ الله يخلي لنا اياكم ويخلي لنا تلفزيون لبنان. تسلمي تسلمي، هي محطة الوطن. ودولة لبنان كمان. مزبوط، ودولة لبنان أهم شيء. ودولة لبنان إذا الله راد. الله راد. شيخ أنطوان بدي أعمل هريسي. هريسي؟ إيه. بدك تقول لي كيف بحطوا له سميد خشن، سميد ناعم. أنت هريسة الحلو بدك. ايه هريسة الحلو. تكرم عينك. الله يكرمك. بخاطر تعطيني اياها هلا ولا بعدين؟ ايه تكرمي، يلا هلا بنشرح لك اياها. مين معي بس ما عرفنا؟ مدام جراح. مدام جراح. حكايتك هيديك اليوم على اللفتات. ايه اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك. اهلا وسهلا فيكي مدام. الله يخلي لنا اياك يا شيخ. تسلمي. ما في مثلك ابدا. تسلمي، يخلي لنا اياكم كمان بتصحط. هون هي القرنبيط نظفتها كلها سوا انا بالاول، بكسرها هيك. الأول حبي حبي.
شوية زيت زيتون حطي اعملي معروف لأبو وحدي بس تبع الشوي ودوري للفرن بعد شوي بتحب الزيت شوي ايه يلا منشان القرنبيط يخني للست تريز تتحضر القرنبيط بهالطريقة كمان يلا هلا من هول بده يطلعوا ونحط هون قسم منه والقسم الثاني بنقليه بس شفنا احنا عم نسلقهم ليه لانه ما بينشوا طيبين مزبوط ليطلعوا اطيب في طيب وفي اطيب فينا نشويهم دغري بس بدل تقرش انا مشان ما تقرش معنا بهالعمليه بسلقهم بنشيلهم دغري على المصفاية ونحطهم دغري بالصينية وبالفرن والقسم الثاني اللي بدنا نقليه ضروري ان كمان نسلقه دقيقتين كمان منشان ما يقرش قرش ليطلع معنا طيب ومنيح بالقلي لانه لوحده القلي ما بيكفي انه يستويه بنسويهم هيك طب نرجع ليخنة القرنبيط باللحمة يخنة القرنبيط باللحمة بنسويها على الشكل التالي القرنبيط تحضيره بشكل عام بشكل عام الا اذا كان مثل ما قلنا كتير ابيض وبعده مقطوف جديد ما بنحطه بالماء والخل والملح نحط ملح هلا كمان نفس الشيء نرجع نفرم بصل ناعمي هالبصل الناعمي يلي انا فرمته حط معه هلا عم نحكي انتبهوا يخني باللحمه حط معه شقفه زبده لو كان عم نساوي نخيط قرنبيط بالزيت كنا بنحط زيت زيتون او زيت نباتي بنمشي على طول على على الفلقه وبقص يلي مش مبينه فلقتها شوي من الضلع مثل ما فرجيتكم وبشدها على بعضها ماشي شايف لغلو دقيقتين بدون اتفاق يلا نصفية عندك حاضرة ايه شيلها لايون دغري يلا يلا شيلها يلا كمان بناخذ اتصال الو 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 بونجور بونجور شيف يعطيك العافيه الله يعافيك من معي ست هدى؟ ايه نعم كيفك اشتقنا لصوتك يا ست هدى؟ يا مقبول شيف ميرسي علينا وعليكي وسلم هدايات على كل شيء عم تعمله تسلمي بس كيف بدي اقول لك شيف لما طلبت منك صوص لحطه على السبلية ما زبطت قلت لك بيتين حليب وكريمه وكورن يعني ما عملت مثل ما قلت لي ما جمدت ضلت رخوه حتى لتاني يوم ما جمدت يا حرجع عدلك كباية حليب ملعقة كبيرة ملعقة يعني ملعقة شوربة كورن فلاور الملعقة الكبيرة اللي بناكل فيها واللي اكبر لا لا اللي بناكل فيها ايه ما هي فيها حطيت شيء اختي عم برجع اقول لك معلش رجعي جربيها على مسؤوليتي اوكي ونص كباية كريمة او ثلاث ارباع او كباية على مسؤوليتي نعم غليهم على النار مع اربع ملاعق سكر ايه وبتستعمليها صوص وتشيل طب والشوكولا شيف لما سوحتهم لما بسوحهم ضفيهم فوقهم ضفيهم فوقهم على البخار نعم بس ما بحس فيهم لمعة وبيرجعوا بيشدوا يعني انا عم بشتغل بيجمدوا نوع الشوكولا عاطف هو انا عم جيبه سوشي يعني مش للدعاية بس شو هو؟ سوشي للطبخ ما ايه بس من اخرها طب كيف ممكن سوحهم يعني شو جيبي نوع فوقهم. جيبي نوع شوي اجنبي ايه حيلا ماركة ايه افرميهم حطيهم بوعي ايه والوعي على البخار لحتى البخار هيك لحتى على الصينية بتمشي ايه هون بيدوب الشوكولاتة فين عليهم بس يعني بس هي طيب شايف كنت قلت لنا انه منلاقي عجينة السكر جاهزة وين منلاقيها؟ بتلاقيها بالمحلات اللي بيبيعوا لوازم الحلويات طب لو سمحت كمان اذا قدرت فيك تعطيني وصفتها على على الهواء تكرم عيني شكرا شيف يعطيك العافيه تكرمي اهلا وسهلا فيك شو اللي بنضع يعني عجينه السكر
شافوا لنا بدنا نغسلهم؟ بلى. نوصيل النار، بخلط ملح مع بهار ابيض هون منشان شوي القرنبيط. مين قال بس القرنبيط لا يؤكل الا مقلي؟ مين قال؟ في كتير، وصار لسبعين نوع يستعمل القرنبيط بالاكل، بس هيك بنسويه. شايفين البخار كيف عم يطلع منه؟ بعده عم ينضج قبل لحتى ما فوتوا على الفرن. برشوا بالملح والبهار الابيض، ملح وبهار ابيض ممزوجين مع بعضهم لوقت اللي بياكل ما حس بس بطعمة القرنبيط، حس بلذة بالاكل، يعني لذة الاكل لازم تكون موجودة. هلا بالفرن هون قد ايه بدنا نحطهم شايف؟ شو تلت ساعة، ربع ساعة، حسب قوة الفرن بنرجع لها. يعني بدنا نشوفهم شقروا واستووا هيك دبلوا شوي، مزبوط. ما هيك؟ هلا هول بنغسلهم؟ ما هاو يلا فرد مرة، شعزبك عمر طيب. نطرك شوي، يلا، هلا في مقلاية ورا فيها زيت نباتي، بنبلش نقلي اللي حدك. كمان القلي بده يكون معمول القرنبيط بلانشير، هاي الطريقة سويناها بنسميها بلانشير. هيدي لا هيدي بس تقلي تحطي عليها، يلا جيت لحدك أنا. بدنا نعمل التراتور. جيبي وعاء ازاز بالوقت. لا منيح شايف؟ ايه يلا. شريط حطي حدي قد ما صوبي، يلا. حطي الطحينة. قدو بدنا نجيب الملعقة. نزليهم. هلا عم نساوي تراتور كمان للقرنبيط. اوكي طحينه، ملح بهار، ملح بهار، وفينا ملح على الحل، اثنين صح هون. بس هونيك لا ضروري، هونيك بدنا نكهه البهار لانه قليل النكهه فيها. القرنبيط انا شايف ما روحت شيء من القرنبيط. الكعبي تؤكل كمان كثير منيحه، ليش لا؟ يعني هيدي عم تسويها مشان يعرفوا انه يطعموها لاولادهم او هن ياكلوها، هي وكعب الملفوفه طيبين. مزبوط. هون بنحط حامود؟ لا بنحط مي بالاول. انتبهوا، سالت هدى سؤال كثير مهم، هل هلا بنحط حامض؟ فينا نحط حامض بس الافضل قبل مي. ليه؟ نكسر الطحينه بالمي منشان ما تطلع زيتها على الوجه، ومن بعد ما اكسرها بالمي ساعتها بضيف عصير الحامض وبشتغل فيها. يعني بنعمها بالماي بالاول. اذا حطيت دغري عصير حامض تطلع زيت السارج لإلها، زيت السمسم، بفوش على الوجه ويصير يزحط معي. ناخذ اتصال. نزل شوي. بعرف. الو. الو مرحبا. مرحبتين يا الو، سهلا. كيفك؟ ماشي الحال. كيفك شيف انطوان؟ ماشي الحال منيح، انت كيفك حبيبي؟ بس بدي هنيك على هالاكل يلي بتعمله ولهالاكل يلي بيشهي. تسلم لمعزتك هيدي. بس بدي لو سمحت ودي تحيه لستي، هي اكيد عم تحضرك هلا وبتحبك كثير. بتسلم عليك هي كمان. شو اسمها ستك؟ حياه. حياه، تحياتنا. انا كمان بحييها لحياه، لكل الستات الصغار بالعمر والكبار، لانه بعرف كلهم بحبوني الكبار. وميرسي كمان لك ولاتصالك. بس انت شو اسمك؟ ما عرفنا اسمك حبيبي. بس يا شيف بس بدي اعرف وصفه التشيز كيك. تشيز كيك تكرم عينك، بس ما عرفنا مين معنا. احمد، انا اتصلت فيك قبل بمره. اهلا وسهلا فيك احمد. ايه حبيبي، بس بتعرف انت كثير من العالم تتصل، ما في احفظ الكل. هلا مرتي جاي اسمك بتعود علي وبحفظه. ميرسي لاتصالك يا احمد، تحياتنا لستك كمان يلي عم تحضرنا. هي القرنبيط سويناهم الاربع ملفوفات، اربع حلوه بالملفوفه، انا امبارح اكلت ملفوف طيبه. يلا رح نكتب نكسر عصير الحامض بالماي، برجع بضيف لها الطحينه كسرناهم بالماي قبل ما اضيف عصير الحامض. شايفين شو حلوين طالعين مثل الحمص هون صاروا. هلا برخيهم برجع كمان بعد
بعصير الحامض وهودي خبز. هذا هو يلي مع الطحينة بعد بده نقطة. هلا حطي لي لعندك نصهم بدي اعملي معروف بالماي. نصهم مش كله. ما هولي بعد فيه بالجوت ما بيت. ايه اوكي هولي مش كله مزلي كلهم لك. ها رح نبلش بالآلي ومناخد اتصال. الو الو مرحبا. مرحبتين يا اهلا وسهلا فيكي. يعطيك العافية صوم مقبول ان شاء الله. ميرسي ميرسي لنا ولكم. اذا بتريد بدي الكعك باليانسون. نعم كعك باليانسون. كعك باليانسون تكرم عينك. مين معي؟ مدام سعاد من الحمرة. وسؤال تاني اذا بتريد. نعم انا الرز معي ما عم بيزبط ابدا عم بخبص. يعني بعمل الرز كوب رز بحط له كبايتين مي بيطلع بيضل مخبص. في شي طريقه يعني هيك من ايديك الحلوين الناعمين؟ اذا من ايدي الحلوين ايه بدك على طول ممنوع نضيف للارز الا مي مغليه. ايه لقديك كوب الرز؟ لكوب قبل الكوب بهمني مي مغليه او مرقه مغليه. هو اهم شيء بده يتحرك الرز. هو عوامل اساسيه يتحرك الرز ليحمى على النار قبل ما نضيف المي المغليه او المرقه. كمان الرز لازم يتغسل وينقع نص ساعه مش اكثر ومي عاديه مش مي سخنه. ان كان رز مصري لكل كبايه كبايتين، رز امريكاني لكل كبايه كبايتين ونص، لرز بسمتي كل كبايه كبايتين وثلاث ارباع. خلينا تحط عليهم النبيت. اوكي عيني. الو الو شكرا كثير. تكرم عينك يعطيك العافيه. اهم شيء المي المغليه المنظيفه لا تفقفق دغري وما تعجن حبه الرز. تكرمي مدام. كمان ناخذ اتصال. الو 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 بونجور. بونجوريني اهلا وسهلا فيكي. مين معي؟ اندري مثل العاده. يعطيكم الف عافيه. الله يعافيكي. بدي اسال شيف انطوان اذا بدي اعمل مقاني انا بالبيت. نعم فيني؟ لا ما فيك. نفس الطعمه؟ لا لا ما برضى نفس الطعمه. اطيب اطيب اكيد. اه. اكيد نفس الطعمه ما برضى اكيد. من شيف انطوان كل شيء اطيب. تسلمي يلا بخاطرك. ميرسي ميرسي لك شيف. تكرم عيني. اني ايه كيسون من كيسون وبيون من كيسون كمان. شو عنا؟ بس بدي كان سؤالي عن جد لانه انا بصير معي هيك. ايه شو بصير؟ ما بدنا نحس حالنا جوعانين بالصيام. طب ما قلت لك هلا اذا بتاكلي اول شيء بدك تعملي اكلات اذا مش جعانه بدك تكتري فيها يعني يكون تركيزك على الحبوب. الحبوب ما بتشوع ما بتشبع. أوكي. يعني بتشبع ما بتجوع. بس اليوم مثل القرنبيط يمكن مقلي اذا بدك تاكليها هيك لوحدها بتحسي انه بعدك جعان. فيكي تعملي كمان هلا مثل حكيتي بنفرجي بصحن حبتين قرنبيط مع طراطور لو مقليين كمان مع طراطور بيتاكل. ورقتين خس معهم يعني شويه بطاطا مقليه مثلا او مسلوقه بتلفي الساندويش ورق خس بتلفي الساندويش مع بعضهم تحصلي كمان ساعتها على اكله بتقيد شوي على القلب. بس اليوم يجي واحد يقول انا قاطع بدي اكل بس تبوله بس تبوله. بعد نص ساعة بيجوع. لا ما بدنا نوصل. لا يا حرام يعني بيجوع هون. بنبلش كمان بالقرنبيط المطبوخ بالزيت بالكزبرة. نفرم السكين انتبهوا عليه. القرنبيط ما غسلته لانه انا عم بشتغل بعدني بالقرنبيط. بس اذا بدي اقول الخشبي نفس الشيء شلت عنا
كمان ما غسلتها لانه بعدني كمان بالقرنبيط. يعني بهيك حالات بس بضل بالهي بالتحضير زيت. اوكي شايف نحن كنا بلشنا بيخنت القرنبيط ما كفيني لاياها. ايه بس هلا اني بدي دفلك التومات. ايه. نتوقف مع محطة اعلانية وبعدين من الشحلة. يلا هيد توم بنضيفه على البصل. بلش بالفلايفلي. وانا بدي اقطع الفلايفلي متوقف مع محطة اعلانية منتابع حلقتنا المباشرة انا والست هدى. منتابع حلقتنا المباشرة انا والست هدى عبر شاشة تلفزيون لبنان. هون عم ينقل القرنبيط مقلية زيادة وحدة عم نساوي. هون الفلايفلي الحرة لانه يلي ما بده حر ما بيحط حر، بس قرن واحد ما له تأثير كتير، بيعطي هالطعمة طيبة للقرنبيط المطبوخة بيخنة القرنبيط بالزيت أو بروفنسال أو مع الكزبرة، كل واحد بيسميها مثل ما هو بيحب. شايف البروفنسال عطول فيها كزبرة؟ عطول فيها، برافو، سؤال كتير مهم، صرت تعرفي معنا بالمصلحة. كل شيء بروفنسال بنسميه بيكون لازم يكون فيه كزبرة. هالبصل التوم تقله. ضيف عليهم فلايفلة خضرة حمرة حلوة وحرة وحدة، بتكون حمرة أو خضرة الحرة ما بيأثر. هاو كلهم شلناهم. هاي اللي إذا بدك هلا عنا هون عم بسلق القرنبيط سلق كامل، ليس سلق كامل لانه بدي احطه مع الطحيني يلي بدي اقدمهم، وقسم تاني متبل مع زيت وثوم وحامض. ساعتها معناتها انه شو لازم يكونوا مستويين مزبوط. منجيب الثوم نحطهم بجرن للدق. دقه الناعم ناخد كمان اتصال. الو 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 يعطيك العافية شيف. الله يعافيك، كيفك؟ الحمد لله الله يعطيك العافية. الله يعافيك، كيف صحتك حبيبتي؟ الحمد لله. شيف عندي سؤال من بعد اذنك، الفطاير البطاطا شو فيني احطه للحشبة البطاطا؟ شو هي عيني؟ الفطاير البطاطا فطاير البطاطا شو بدها المحسن؟ لا شو فيني احط للحشبة، كيف بعمل الحشبة؟ فيك تحطي بصل. ايه نعم على النار يعني بدبلها؟ ايه اكيد. ايه نعم. لحمة. اوكي. شوية بندورة. ايه نعم. لوبات اي نوع من اللوبات اللي بدك اياه، حيلا نوع. ايه نعم. بعدين بتشيليها. ايه نعم. ونتفت بهار تعمليها حشوة. بهار شو يعني؟ اسود حلو. اه. على حشوة تاني. ايه نعم. بدون بندورة. ايه. بتحطي معها ملعقة لبنة. اه. بس شايف؟ نعم. عم اقول لك عن فطير البطاطا بينحط لها شي لبنة؟ ايه ليش لا؟ اها. جيبي بطاطا سلقيها. ايه نعم. بعدين قطعيها مربعات. اوكي. اعملي معها بصلة ناعمة خضرة اذا في احلى. ايه شوية نعم. بقدونس. شوية لبنة. واذا فيش بقدونس نعناع يابس. ايه نعم. وشوية ملح وحطيها بقلب العجينة وخبزيها وشوفي شو طيبة. طيب شكرا لك يا شيف. بخاطرك بخاطرك. هو منيح. هلا عنا هون للطحينة حطيت شوية عصير حامض، وعندي كمان بدي أعمل صلصة بتنجان متبل قرنبيط. ملفوف بتنجان قرنبيط كمان متبله لأنه معور البتنجان بس نقليه
ولتوا بالطحين هيك وننقعوا بالاول ماي وملح ليروح ما يشرب زيت كثير، نعصرون لتوا بالطحين، نعمل نفس الصوص. شفتوا ليش واحد بيضلوا اوقات على نفس النغمه والايقاع؟ هالايقاع. بنحط عصير حامض لإلها، ضيف ملح. يعني شايف ما عم تظهر من الايقاع انت؟ لا نضل فيه. بهار ابيض بس الايقاع مش الغنى، ايقاع الطبخ. بهار ابيض، شوية زيت زيتون، وبرجع كمان هون وبناخد اتصال. عصير حامض. الو. بونجور شيف انطوان. بونجوريني، اهلا وسهلا فيك. كيفك؟ ماشي الحال. مين معي؟ معك توني خوري من الكورة. اهلا وسهلا فيك خي توني، كيف احوالك؟ تمام، انت كيف شايف؟ منيح منيح والله. حبيت اتصل فيك يا شايف بس اقلك انه لحنا منحبك ومنضل نتابعك لحنا. تسلم ومرسعها الاكلات الطيبة. تسلم، تحياتنا لك كمان ولكل اهل الكورة يلي عم يحضرونا والشمال. مرسي لاتصالك الحلو حبيبي. خليكي شوي لجيب مصفاية او وحدة صغيرة من هون. اعطيني جات بعد مثل هي مثل هي او اكبر، اعطيني صغير. بدي شيل قسم من القرنبيط. ايه يلا صفيهم. انا احطهم هون؟ لا هونيك دغري ناي. بحطهم بالجات خليهم يبردوا. ما نسلقهم؟ مش كلهم. بدي اقسمهم على قد الاكل، يعني كل وحده جات بجات. هي الجات خلص بشيلها. حطي لي شوي صغيره بعد. شو سبع قطع؟ انا هنسو بعد شو سبع قطع؟ اوكي. هلا هول القرنبيط تبهوا لنوعين، اما للزيت وتوم وحامض او للطحينه، بس بتركهم ليبردوا. يعني شلتهم عن النار بتركهم لتروح الهبله منهم، وبضيف عليهم اما الطلاطور مع الثوم واما التتبيله من ثوم وزيت وحامض مع ملح وبهار ابيض. يعني يا هي او هي. هلا بنشوف. هلا نجي لهون في المشوي شاف بالفرن. يلا عندنا بصل، ثوم، فلايفلي حلوة وحرة ولونين الفلايفلي حلو طالع. منضيف عليهم بالأول البندورة والكزبرة بحركة. عليه خلاص؟ ايه خلاص. هلا حطي لي كملي هاو وصحن واحد صغير بعد في التراتور بنحط. بندورة. ضيف منهم القرنبيط الني. هلا الا في حالة وحدة يلي عنده مشكلة بمصران الغليظ، يلي عنده بس ياكل ملفوف او قرنبيط بصير عنده عصر هضم، ساعتها بغلي القرنبيط دقيقة وحدة بالماء المغلية بصفيه وبشيله فوق. اما اذا اشخاص او عيال ما عندهم اي مشكلة بالنفخة او بعصر الهضم او بمصران الغليظ، بجيب القرنبيط وبضيفه دغري بس معقم يعني مطهر، نقعينه بالخل والماء والملح مغسل ومنضيفه لإلون دغري. وهون بتختلف كل ست بيت، بتعرف عائلتها، بتعرف جوزها اذا اكل قرنبيط عنده مشكله او ما عنده. اذا عنده مشكله برجع بقول لتروح المشكله هالقرنبيط بهالتحضير هذا مثل ما عامل هون. بس هون عم بسلقهم كامل 12 دقيقه ليستووا، هون بغليهم دقيقه وحده
خفف من الغازات الموجودة فيهم وبعدين بستعملهم. منضيف عليهم ماي بحركهم مع بعضهم بنحط لهم ملح وبهار يلا يعني هو حطيهم كلهم سوا فوق بعضهم هلا هون عندي اول جات بلد ضيف بالاول شوية بقدونس عليه وبرجع بخلي شوي للاخر هول توم حامض زيت ما هيك شايف؟ نعم توم حامض زيت وملح وبهار ابيض تبلون عليهم واي مناسبات مش بس بالصوم اي مناسبة عندكم ناس جايين تعشوا فينا نساوي هالاطباق هاي منها هي الطبق كتير بيتقدم معهم هذا خلص بس برجع بقول هون القرنبيط مطهي منه دقيقة ولا ثلاث دقايق مطهي كل نوع من التحضير له هون له دقيقتين او ثلاثة هلا هون القرنبيط المقلي هذا الجات خلص انا بحبيت اعمل لصحن رح اعطيك تغطيهم ونحطين لها شوية ماء شاي نعم حطين لها شوية ماء ما بدها أكثر شوية ماء وملح بنغطيها لتتبل على بعض بسكوب إذا بدي عرنبيط مع التراتور بس عم تقول لكانت هدى سؤالها إنه إذا بدنا شيء يقيت أوقات إنه يغذي شوي أكثر فيي لو كان مقلي كمان حط عليه شوي من التراتور مش كتير شوي رش صغيرة من البقدونس الناعم وصار موجود عندي كمان طبق من القرنبيط المقلي مع التراتور هولي عادي ميكلون عادي هيدا قرنبيط مقلي خلص كيف مع الناس بندورة عادي. مع بندورة هلا منجيب جات هون كمان عندي القرنبيط استوى منشيله يلا شيله نحطيه بالمصفاية ومناخد اتصال الو الو قطع الخط ما في مشكلة يلا عم تشيل هدى القرنبيط رح نشوف مقادير القرنبيط المقادير انواع القرنبيط عبر شاشة التلفزيون لبنان
نتابع حلقتنا مباشره انا والست هدى، منزين بعرق بقدونس صغير الاشياء اللي ما فيها كثير بقدونس، يعني هيك عرق اخضر بيعطي حياه للجاط، بيعطي حياه. هلا عندنا التراتور، ضيف كمان عليه البقدونس نشيل شوي معلش للمشوي، بخلطهم وبرجع بحط عليهم. هاد التراتور برجع بقول في توم ضروري وقت اللي بيكون هيك مع الأرنبيط بده توم. كمان نقي لك هالقين بقدونس نحطهم عليهم. انا هي الصنف بحبه كتير، هي اللي عم سويه هلا، انا هذا كتير بحبه، واكيد هلا بس تعودوا الناس بقولوا الشيف انطوان بحبه بصيروا هن يحبوه. نرجع للمشوي، برافو جيبي جاطة من المعروف على طول. كل شيء صحن سخن بنشيله من الفرن بدنا نحطه على حدا، جيبي ملعقة منشان ما نحطه ننزع على الطاولة إلا إذا كانت رخام. يلا أوكي دينا عميك. هذا الأرنبيط مشوي، هلا المشوي بقى ناكله مع شو شيف؟ مع شو؟ مشوي إذا كنت عاملي مش اليوم لحمة أو دجاج أو شيء بيصير معه، بس اليوم عاملينه للقطاع، نحن عم نعلمهم كيف لشغله. ايه اوكي. هلا هذا بيلبق مع الدجاج؟ يلبق كثير مع الدجاج واللحم كثير بيروح معه. يعني الناس اللي بتفزع بدها تاكل ارنبيط بتخمن الناس انه بس ارنبيط مقلي، لا فينا ناكله باي طريقه. لك شو حلو طيب؟ وما حكينا انه الارنبيط هو اللي ما بينعمل تحت النايلون، يعني غذاء كامل. غذاء كامل اكيد، لانه هو بحب الشتي، هو بحب السقعه، عشان هيك غذاء كامل. بنرش عليه نتفه صغيره. كمان بقدونس نتفه الخضار، ما هن الا بيعطوه نكهه لون كتير حلو لالن، يعني فقط اللون عم نشتغل على عمليه لون، اما لنكهه ما لهم اي تاثير فيه. لنكون صريحين معكم، هلا بضل في هايدي. اعطيني جات الاسكبه اخر نوع من الأرنبيط. الهبلي يا قربي ست هدى. حلقتنا لليوم يلي هي متعددة أنواع الأرنبيط يلي سويناها كلها بالزيت، إن كان مقلي، إن كان مقلي مع التراتور، إن كان متبل مع التراتور، إن كان متبل بالزيت والثوم الحامض، إن كان المشوي، إن كان مطبوخ بروفنسال. ميرسي هدى على معاونتك على الأطباق الحلوة. بنحيي كل مشاهدي تلفزيون لبنان، ونشوفكم بحلقات جديدة، وبنقول لكم صوم مبارك.